ستوري دوين ماي دير بيوبلز اتس ا نيو فيديو. هذه فيديو جديد كما شفتوا في العنوان هو النموذج الخامس للامتحان المقترح لشهاده التعليم المتوسط في اللغه الانجليزيه. الوغ اخترت لكم اليوم نموذج واحد اخر من يتعلق بالتوبيك تاع سيكونس نمبر 2 اللي هي ماي دريم جوب ولا ماي دريم كارير اللي هو يعني الحلم تاعي تاع العمل اللي حاب نعمله في المستقبل. حن نقراو التكست. تكست از ا ليتر هو عباره عن رساله من فريد. سو وي ار جوينغ تو ريد ات ذن وي جو تو ذا كويستشنز. سو هالو ثانكس فور اسكين مي اباوت ماي دريم جوب. يعني شكرا لانك سألتني على الحلم تاعي للعمل تاعي اللي نحلم به. Well, when I was a child, I dreamed of becoming a journalist because I used to like speaking to peers and telling them stories. يعني كي كنت صغير، كي كنت طفل، كنت نحلم أن نكون صحفي لأني كنت نحب أن نهدر مع الأصدقاء تاعي. Peers هما friends ولا الأصدقاء، يعني نظرائي. I'm telling them stories يعني نحكي لهم الحكايات. Recently يعني مؤخرا يعني منذ مدة قريبة ما هيش بعيدة I've decided to become a doctor يعني قررت أن نكون طبيب. You ask me why يعني رح تسألوني وعلاه. Simply because of the pandemic COVID-19 يعني بكل بساطة لأنه بسبب الكوفيد 19 اللي هو وباء. As you know everything has changed since February 2020 يعني كما تعرفوا انه كل شيء تبدل من منذ فبراير ولا فيفري 2020 يعني 2020. Millions of people all over the world have been suffering and thousands have been dying يعني الملايين من الناس في كل العالم يعني كانوا يعانوا من هذا الوباء وألف منهم ماتوا. To be a doctor for me means to stop pain and death. يعني بالنسبة لي أنه نكون دكتور معناتها أنه نوقف الألم تاع الناس. Now I'm convinced that medicine is the noblest profession in the world. يعني الآن أنا مقتنع أنه medicine ولا الطب هو أنبل مهنة في العالم. By the way, I will get enough information about that job details from Uncle Hamid, my dad's friend. يعني بالمناسبة يعني أنا مانيش راح نروح للطب هكذاك ولكن راح ندي معلومات كافية من عند عمي حميد اللي هو صديق الأب تاعي. Who is a cardiologist doctor اللي هو cardiolog. I hope my dream comes true someday. يعني نتمنى أنه الحلم تاعي يكون حقيقة في يوم ما. Best regards فريد. مع احترامي وتقديري فريد. So activity number one in reading comprehension. Read the following and write true false not mentioned. True okay it's صحيح false خطأ not mentioned معناتها غير موجودة في النص. It's irrelevant. فريد's dream was to become a teacher. اسكو فريد كان حاب يكون teacher. No it means it's false يعني خطأ لأنه ما كانش حاب يكون teacher. Farid used to speak a lot to his peers. As they mentioned in the text that Farid used to speak to his or a lot to his peers. Yes, of course. I used to like speaking to peers and telling them stories. It's true. COVID pandemic started last year. معناتها الكوفيد 19 يعني فيروس كورونا بدا في 2021 قصد هذا. No, COVID 19 started in February 2020. It's false. Farid's dad wants him to be a surgeon. يعني الأب تاع فريد كان حابو يكون شيروجيان جراح. It's not mentioned. ما كاش كامل جملة في التكست بين بلي الأب تاع فريد كان حاب ابنه يكون جراح. So it's not mentioned. Not mentioned. نديروها كي نعرفوا بلي هذيك الجملة بلي ما كاش خلاص هذيك المعلومة ما كاش كامل في التكست. نروحوا لأكتيفيتي نمبر 2. Answer the following questions. What does here we have two kinds of questions or two types of questions. عندنا زوج أنواع من الأسئلة. يا إما يجوكم أسئلة WH question كما هنا what
ولا اسئله باوكزيلوري كويستشن، يعني هي جميع الاسئله اللي تبدا باوكزيلوري واللي نجاوب فيها الانسر تاعها، والجواب تاعها يكون yes or no. What does Farid want to be in the future؟ واش كنحب فريد يكون في المستقبل؟ هنا الاجابه تكون كامله. واش نقولوا؟ I have decided to become a doctor، يعني فريد حاب يكون a doctor. Will Farid ask his dad for information about his latest dream job؟ اسكو فريد راح يسال الاب تاعو على معلومات على انه او حاب يصبح دكتور؟ اسكو هذا راح يسال الاب تاعو؟ No, because he will ask his uncle Hamid، يعني his friend's dad، يعني حس يسأل الصديق الأب تاعو مشي الأب تاعو. سو نديرو no he will not. We go to task number 3. Match words in column A with their equivalent in column B. يعني راح نربطو كلمات اللي هنايا هذو الكلمات بكلمات واحد اخرين equivalent تاعهم ولا synonym تاعهم. سو talking كي نقول talking معناتها تحدث، ولا نقول speaking wish معناتها أمنية it means hope، job معناتها job ولا occupation معناتها المهنة ولا العمل، and it is career as معناتها هي بسبب وهي because. These are the answers: talking, speaking, wish, hope, job, career, and as because. Go now to another activity in mastery of language. راح نديرو activity واحدة أخرى في mastery of language اللي هي correct the underlined mistakes. هذه دائما يا إما تكون هذه ال activity تاع correct the underlined mistakes، ولا تكون supply the punctuation and the capital letters. هنا يا وش ديرو؟ مدلكم هما يسطركم على الأخطاء، أنتم تصحوا هذوك الأخطاء. ولا دي فوا يمدلكم punctuation and capitalization، ودرناها بزاف النماذج. هذا السؤال النماذج اللي فاتوا كنا طرحناه فيه، فراح احنايا نديرو الكابيتالايزيشن ميجيسكول ونديرو كذلك علامات الوقف اللي هي النقطه الفاصله اتسيترا. سو اي هاف وين كوفيد 19 ابير، كي نلقى وين دائما كيكون عندي البريبوزيشن ولا تايم ماركر وين، دائما الفيرب اللي يجي بعده نديرو في الباست سيمبل، نقول وين كوفيد 19 ابيرد بيكوز اتس ا ريجولار فيرب ان ذا باست. قلنا جي قبل consonant و بي ان جي قبل الفاول، مثلا نقول ان architect، نقول a journalist. درت هنا يا appeared فريد with majuscule capital letter thought the verb think in the past it's an irregular verb and a journalist. Activity 2 combine the following sentences using the appropriate linking words. عندنا هنا linking words، هذا الدرس اللي مش فهمه راني دايرته في القناة تاعي ويفوت هنا قدامكم، تاع similarity و differences، يعني كي نديرو زوج اشياء متشابهين ولا نشابهو بين شخص وشخص، وكي نقولو انهم مختلفين. So like معناتها يشبه، and like لا يشبه، whereas بينما يعني كيف كيف على العكس، على عكس هذاك الشيء. ودايما whereas تجي في النص صح. Farid is a responsible boy، whereas يعني Farid هو شخص، هو شخص مسؤول ولا طفل مسؤول. Whereas بينما ولا على عكس his brother is thoughtless، يعني الاخ تاعو هو انسان مهمل وما يخممش بزاف، يعني ماهوش responsible. نشوفوا هنا يعني قلنا like تعبرنا على similarity، هنا درنا whereas نعبروا على difference اللي هي الاختلاف. هنا نشوفوا اسكو difference ولا similarity. Worldwide people who strictly take care of virus، يعني في العالم كامل الناس ولا الشعوب كامل يعني انتبه الجدية الفيروس كورونا، يعني متخذ الوقاية تاعها. Most of Algerians were careless، يعني لا بلوبار تاع الجزائريين يعني مش مهتمين، يعني مهملين لهذا الشيء، ماهمش كيما شعوب العالم. واش نقولوا؟ unlike، لانه الجملتين متعاكستين، يعني الجزائريين ماهمش كيما شعوب العالم، يعني مختلفين عليهم في الاهتمام ولا في اتخاذ الاجراءات الوقائيه. سو كي نحب نعبر على الديفرنس اللي هو الاختلاف، كيما هنا وورلد وايد بيبل يعني شعوب العالم، يعني على عكس الجزائريين يعني متخذه كل الاجراءات الوقائيه ضد فيروس كورونا. واش نقولوا؟ نقولوا unlike. whereas قلنا دائما تجي في النص كي نكونوا نهضروا على differences، نكونوا نهضروا على الاختلاف. unlike نقدروا نلقاوها في اول الجمله،
يعني على عكس واللي ما نقوله، ولا نلقاوها في وسط الجملة. Activity 3, pick out from the text four words. يعني قلت لكم هذا لا بلوبار activity تجيكم من بين الأسئلة المتوقعة، أنك يقولوا لك pick out from the text، يعني يقولوا لك أنت أجبد من النص كلمات لي فيهم باش تكمل تيبل تاعك، يعني باش تكمل تابلو تاعك اللي مدهولك according to the pronunciation of their final ed، يعني كلمات تصنفهم على حسب النطق تاعهم تاع الفاينل ed. مثلا stop stopped، قولوا هنا decide decided etc. نروحوا للتكست تاعنا ونشوفوا الكلمات اللي نقدروا نلقاوهم. نقدروا نلقاو used، used نديروها في الدي دائما باسكو عندي اس هذه راني نطق فيها ز. decided قلتنا كي يكون عندنا اخر حرف هو دي هو تي، هنايا اخر حرف دي ولا تي دائما نحطوها في اد. changed عندي جي اي، كي يكون عندي جي اي دائما نحطها في دي. وconvinced راني ننطق فيها س الوغ نحطها في تي. كون الحل تاعنا convinced used unchanged decided. هنايا قلت دائما نروحوا نشوفوا باش نصنفوا الكلمه تاعنا نشوفوا الاخر حرف نستمعوه قبل الاي دي. دائما نعاودها لكم اللي مازال ما عرفش هذا الدرس مش فاهمه مليح، يشوف في هذا لا فيديو راح يلقى الشرح تاعو مبسط ومختصر. Go to the written expression. You and your classmates are discussing the topic of your dream career. راك تناقش هذا الموضوع تاع الحلم تاعك تاع العمل المستقبل مع زملائك. You want to participate in this discussion. حاب انت تشارك في هذا الديسكشن يعني المناقشه. Write a paragraph about 8 to 10 line in which you، يعني راح تكتب paragraph وين رايح تهضر فيها على greet readers، رايح تحيي فيه اللي رايحين يقراوا الباراجراف تاعك. greet them، greet معناتها التحيه. هاي هؤلاء هلو كيما دار فريد. introduce yourself، name age family، يعني introducing yourself ولا التعريف بنفس ولا your profile. راني درت لكم عليه وضعيه، هذه هي اللي يحب يشوفها يشوفها كيفاش نعرف نفسي كيفاش نقدم روحي as profile. mention your personality features، كيف تدخل مع introducing yourself يعني كي نعرف بالشخصيه تاعي. هنايا يعني using adjectives يعني راح نستعمل الصفات تاعي كو سوا positive اللي هي صفة إيجابية ولا نيجاتيف صفات سلبية فيها. ألوغ mention the personality features ندخلوها مع introducing ourselves يعني هي نفس الشيء ولا تدخل ضمن هذا الموضوع تاع التعريف بالنفس. talk about your dream career job and the reason causes why you have chosen it. يعني راح نهضر على dream career تاعي يعني على حلم العمل المستقبل تاعي وعليه اخترته the reasons هما الأسباب اللي خلوني نختار هذا العمل. so أنا منش راح نكتب هذا الموضوع كنا درنا عليه تاع dream career، كنا درنا عليه وضعية هذه اللي كنت تشوفوا فيها قدامكم، وكنا ثاني طرقنا عليه في الفيديو اللي درنا فيه جميع وضعيات المقاطع الثلاثة. so ألو ما نقدرش نضل نعود في الوضعيات. so this is our video for today. هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع اليوم. if you have any question، عندكم اي تساؤلات ولا اي اقتراحات خلوهم لي في كومنت راح نجاوبكم ان شاء الله. واول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. see you in the next video my dear pupils. goodbye.